صدقني يا عمر، قبل ما نتكلم على اللعيبه وطموحاتها والخبرات كمان، انا اعتقادي المباريات اللي زي دي كمان لازم يكون في عنصر خبره يكون موجود بشكل او باخر. لكن تعالى انا وانت والساده المشاهدين، طبعا في 5 مباريات على مستوى تصفيات افريقيا، يعني تعالوا نفتكرهم كمان علشان نشوف، وكمان اخد راي عمر في ترشيحاته للي هيوصل كاس العالم ده، مهم جدا لان زي ما بقول لحضراتكم وزي ما قال عمر، على مستوى الكرة الأفريقية دلوقتي خلاص مش زي زمان، يعني مش زي على أيامي أنا، يعني الكرة الأفريقية وصولها بيبقى يعني ساعتها كان نيجيريا طبعا والكاميرون بيمثلونا، لكن دلوقتي الأمور اختلفت كتير، لعيبة كتيرة جدا بتلعب في الدوري أو في الدوريات الأوروبية في التوب ليفل كلها لعيبة أفارقة، وزي ما بيقول أو عمر بيقول كمان إن الناس حابة تشوف محمد صلاح في كأس العالم، حابة تشوف ساديو ماني في كأس العالم، كلهم نجوم كبار، لكن عايزين رؤيتك كمان أنت عمر للـ5 مباريات، يعني وإيه أصعبها وترشيحاتك لبعض هذه المباريات، يعني الماتشات قدامنا على الشاشة طبعًا، الكونغو هيلاعب المغرب، مالي مع تونس، الكاميرون مع الجزائر، غانا مع نيجيريا، إن شاء الله منتخبنا هيلعب مع السنغال. خلينا اخد سريعا الكونغو مع المغرب، الاقرب بالنسبه لك للوصول لكاس العالم طبعا من نتيجه المباراتين دي، لسه المباراه الاولى الكونغو الديمقراطيه مع المغرب، خليلوزيتش عنده سكواد رائع عبقري، يعني سكواد فيه كل المميزات، عنده 23 لعيب ممكن يغير التاكتكس في الماتش 3 مرات مثلا، ممكن يلعب 4-3-3، ممكن يلعب 4-2-3-1، ممكن يلعب 4-4-2 من كثر التنوع الخبرات اللي عنده سواء الفنيه او على مستوى اللاعبين. الكونغو الديمقراطيه عندها مدرب متمرس في التاهل لكاس العالم وهو هيكتور كوبر، فهيكون ماتش ممتع جدا، لكن اعتقد ان المغرب هي الاقرب على كبيره بالرغم ان الكونغو حاليا بتحط كل العواقب قدام منتخب زي المغرب، يعني مثلا منتخب المغرب ما فيش حد استقبله في المطار، منتخب المغرب خرج ما لقاش الباصات بتاعته موجوده، الباص اللي بينقله من المطار للاوتيل، حصلت حاجه مضحكه جدا وان هم رجعوا ركبوا الباص، الباصين عطلوا مع بعض في نفس المكان فوصلوا متاخر للاوتيل. الاجواء الافريقيه دي وطبعا حضرتك ادرى بيها، يعني كانت اجواء غريبه جدا، وبرده منتخب المغرب قدم شكوى رسميه لاستقبال الكونغو الديمقراطيه، فالكونغو بيحط كل العواقب ان هو يحاول يعطل. لكن طبعا المنتخب المغربي كمان خروجه من بطوله كاس افريقيا اكيد في دوافع، خلاص هو الهدف الاساسي دلوقتي الوصول لكاس العالم. طب نتكلم على تونس ومالي، مالي ظهر بمستوى اكتر من رائع في بطوله افريقيا، مالي او تونس عندها مشكله اصلا مع مالي على مستوى النتائج، خروج كمان تونس من طبعا كاس الامم، كاس الامم بعد فوز على نيجيريا بشكل مبهر، خرجت في الدور الثمانيه في كاس الامم، وتم اقاله كابتن منذر الكباير وتعاقده مع جلال القدري علشان يأهل المنتخب، وتونس يعني بيعتمد على المدرب الوطني لمنتخب بلادهم. تونس برضو عنده تنوع فني كبير جدا، عنده نص الملعب بتاعه يعني يأهله كاس العالم مرتاح، لكن في المقابل نص الملعب بتاع مالي برضو يعني من اتقل نص الملاعب في المنتخبات الافريقيه. صحيح. هيكون ماتش فني عالي جدا من محمد مجاسوبا المدير الفني للمنتخب المالي، وتواجد واحد زي أليو ديانج، نتمنى ان هو يشارك يعني. لا طبعا أليو ديانج لعيب مميز جدا ولعيب كبير وشارك على اجزاء طبعا في بطوله افريقيا، وهم عندهم كمان عندهم سكواد رائع خاصه في نص الملعب، لكن كمان وجود أليو ديانج بيكون ورقه موجوده مع المنتخب المالي. تفتكر الاقرب مين للوصول لكاس العالم، تونس ولا مالي؟ لا تونس بتعرف توصل كاس العالم، تونس الاقرب. طيب مباراه اخرى، ويمكن كل الترشيحات بتقول ان المنتخب الجزائري بعد الخروج المهين من افريقيا كل التركيز على الوصول لكاس العالم امام المنتخب الكاميروني. كان في حديث جمعني مع رئيس الاتحاد الجزائري، كنت بتكلم معاه ان انتوا يعني هتلعبوا الكاميرون وانتوا خرجتوا في الكاميرون، قال لي دي ميزه لينا، المكان اللي وقعنا منه نقدر نستفيق فيه او نقدر نطلع تاني منه. وهنا صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني برضو بيلاعب الجزائريين لعبه نفسيه، يعني المفروض ان الماتش ده كان هيتلعب في العاصمه في وانديه، صحيح، ولكن نقلوه دوالا، المكان اللي طلع منه على ملعب جابوما، الملعب اللي ما بتحبوش منتخب الجزائر، والمكان اللي طلع منه منتخب الجزائر قعدوهم في نفس
نفس الاوتيل اللي كانوا قاعدين فيه. لا ده ناويين كاس الامم يعني. وبيلعبوه في جابوما. والكاميرون يعني الجزائر اعتقد ان هي عندها كل المقومات. الكاميرون مش فريق اللي هو يقدر ينافس الجزائر بالسكواد بتاعها اللي موجود، ولكن بيحطوهم تحت ضغوط اللي هو الارض وحشه والجماهير مش عارف ايه والاستاد ماله والاستاد بعيد، والاستاد فعلا بعيد جدا. كل دي نواحي نفسيه اكيد بالظبط، ولكن مش هتاثر على يعني نجوم كبار للاسف اثرت عليهم في كاس الامم. يعني كاس الامم خلي بالك عمر، انا كان ليا وجهه نظر. كاس الامم كان المنتخب الجزائري في اعتقادي ما كانش يعني كان عنده نوع من انواع الثقه الزياده، ده وفوجئ بالاجواء، فوجئ بالهزيمه ثم الهزيمه، فخرج خلاص خرج عن التراك بتاعه. لكن الطبيعي المنتخب الجزائري من افضل المنتخبات الافريقيه. ترشح مين، جزائر ولا الكاميرون؟ لا الجزائر. الجزائر. طيب المباراه ما بين غانا ونيجيريا، ايضا غانا ظهرت بمستوى متوسط او مستوى اقل من المتوسط في امم افريقيا. المنتخب النيجيري بعد العلامه الكامله في دور المجموعات بيخرج من دور الثمانيه، كان علامه استفهام، علامه استفهام كبيره، رغم ان هو عنده سكواد رائع. الاقرب للوصول كاس العالم نيجيريا ام غانا؟ هو دي اصعب ماتش في أصعب يعني ماتش. دي اقل مباراه ممكن الجماهير المصريه تتابعها، ولكن هي اصعب مباراه لانها تعتبر ديربي. يعني زي هنا مثلا مصر واي بلد، اي مصر دوله وتونس والجزائر افريقيا، ده ديربي. غانا والمغرب ونيجيريا يعتبر ديربي هناك، فدي اصعب مباراه. ولكن يعني بعد اقاله المدير الفني لمنتخب غانا وتعيين اوتو اودو اللي هو لاعب بروسيا دورتموند السابق، وتولي قياده فنيه جديده، والمنتخب الغاني لسه بيحاول يعني يبني منتخب جديد بعد الخساره الخروج من دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه، وبرده يعني ثالث اعلى قيمه تسويقيه موجود في لاعب نيجيريا في منتخب نيجيريا ديندي. في لعيبه كتيره في منتخب نيجيريا قادره ان هي فعلا تكون اوراق رابحه ان هي تتاهل لكاس العالم.